رئيس البحار سنان باشا، اللي شو وضع الأسطول تبعنا؟ شو الأوضاع بالبحر؟ الأمور بالبحر كتير هادية يا مولاي. أسطول الأعداء واقف بدون حركة من اليوم اللي وقعنا فيه الاتفاقية. كل العالم قبل حكمكن عليه يا مولاي. كبير الولاد محمد باشا، شو رأيك بهالحكي؟ مولاي، عم تصلنا أخبار النصر من جيوشنا. أراضي المجر يا مولاي كلها هلأ صارت تحت سيطرة الدولة العثمانية، وخاصة بعد ما ضمينا مدينة سونلوك وتنمشفار لأراضينا. مع أنه أحمد باشا معروف بقوته وشجاعته، بس لهلأ ما قدر يفتح قلعة بير يا مولانا السلطان، وقريبا جدا رح يفتحها ويتحدى العالم المسيحي. رستم باشا، سمعت اللي قاله أخوك سنان باشا ومحمد باشا؟ في عندك شي تاني تضيفه على كلامهم؟ مظبوط يا مولاي، العالم المسيحي ما بيقدر يتحرك خطوة صغيرة قدامكن، بس ما فيني أقول ذات الشي بخصوص حدودنا الشرقية. طهماز ما عم يقعد بمكان واحد. شو عم بيساوي هالغبي؟ ما عندي معلومات مفصلة بخصوص هذا الموضوع يا مولاي، بس واضح إنه في تحركات جديدة وعم توصلنا أخبار عن هجوم مستمر على حدودنا، فإذا ما أخذنا احتياطاتنا يمكن تتطور الأمور. باشر بالتحقيق بهذا الموضوع فورا، ورح انتظر منك موجز عنه. الأمر كل الطاعة لمولانا السلطان. وصل غفار بيك اللي أرسلناه لبلاد فارس يا حضرة الباشا، بده يقابل حضرتك. خليه يفوت لعندي. أمرك يا باشا. حضرة الباشا، بدي أعرف شو اللي عم بيصير عند حدودنا الشرقية؟ ما في أي شيء سيء مثل ما عم ينحكى يا باشا. طهماز وجماعته مشغولين بملاحقة المهربين، واضح إنه ما في أي نية لتهديدنا بنوب. والشاه طهماز من يومين أعدم اثنين من أسياد تركمان لأنه اختلف معهم. يعني كل الحوادث عم تصير ضمن حدودهم، بس هاي بتعتبر أمور ما بتهمنا أبداً. باينتك شخص نبيه وذكي، وممكن يوما ما انك تصير صاحب منصب. طبعا اذا نفذت يلي رح اقول لك اياه يا افندي. هدول لشخص بيقولوا له اكاميك حيدر، هذا الاسلوب النيجاري. يلي واضح انه اسلوب نيجاري هو اسلوب كتير بسيط بس ناضج، فيه شي مميز. سبقتني بالكلام يا مولاي، أنا بوافقك بهذا الرأي. كلن هون عم يحكوا عن جمال النقوش اللي بيساويها الرسام أكاميك الخرساني يا مولاي. كنت بدي اشتري منهم بس ما وافقوا يبيعوني. شو عم تقول؟ مين بيتجرأ ويرفض طلب ابن جيهانجير يا محمد باشا؟ شو الموضوع؟ الرسام يلي اسمه أكاميك بيقول إنه بيشتغل لصالح قصر طهماز، وإنه بيجهز هالنقوش مخصوص للشاه طهماز يا مولاي. يعني بدك تقول إنه بس بيخدم طهماز؟ كتير منيح. بس انت يا حكم طهماز حابب شوف هذا الرسام شخصيا، أكيد رح يدفع الثمن غالي لأنه رفض طلب أميري. أدخل. مولاي، رستم باشا بده يقابل حضرتكم. دخلوا. مولاي، أنا كلفت غفار بيك ليحقق بالمسألة المتعلقة بالحدود الشرقية لسرهاد مع بلاد الفرس، وهلأ هو هون. أنا عم حضر ملف خاص بتفاصيل الموضوع، بس الوضع معقد كتير يا مولاي، وإذا حضرتكم ما عندكم مانع غفار بيك موجود وحابب يشرح لكم بنفسه. خليه يجي. شو هي المعلومات اللي انت بتعرفها يا بيك؟ معلوماتي
إنه طهماز ومن بعد ما رجعوا جنود جيشنا على اسطنبول هجم هو وعساكره عقاديل جافاز وأرجيش وبارجيري وأهلات يا جلالة السلطان، ولما فشل حرق الأخضر واليابس. أما ابنه إسماعيل ميرزا شن هجوم على أرز روم. مولاي سر هاد محتاج لدعمكم. شو هالوقاحة؟ بالوقت يلي كان فيه جنودنا عم يحققوا انتصارات ووصلوا لبلاد فارس، طهماز كان عم يهرب من مكان لمكان، وهلا وقت فضيت الساحة تجاوز حدوده وعم يهجم على أسياده. رح ياخد جزاته على العملة. رستم باشا حضروا حالكم فورا. تحت أمر جلالتكم يا مولاي السلطان. طهماز رح يرد على المكتوب يلي رح يفكر إنه مبعوث من الأمير مصطفى. أنا متأكد من هالشي، وحيكون خلاصنا بهالمكتوب، وبنفس الوقت فرمان بإعدام الأمير مصطفى. إن شاء الله يا باشا. حتى الناس العاديين ممكن إنه يكون بإيديهم فرصة تغيير التاريخ. هالفرصة نادرة بس مو مستحيلة، تماماً مثل مصاير هلأ. كل شي بإيدك أنت يا محمود، بدي تطلع أنت والرجال بتوثق فيهم وتسكروا كل الطرقات يلي بين بلاد الفرس وآماسيا، وتجيب لي هداك المكتوب من الشاه وتغير التاريخ كلياته. تحت أمرك يا باشا. رح روح وجيب المكتوب لحضرتك. يا باشا نحن جوعانين كتير لأنه مخصصاتنا قليلة، معقول اللي عم تعملوه فينا؟ مين هاد يلي حكى؟ يلي قال هذا الحكي خليه يطلع فوراً، وإلا كلكم رح تدفعوا الثمن. أنا يا جناب الباشا، وهي الحقيقة، حضرتكم بتعرفوا وضعنا. لسا الحرب ما بلشت وجاي عم تشكي من وضعك؟ طبيعي انه يكون في نقص بالمؤونة اثناء الحملة، هاي ظروف الحملات وهالشي معروف للكل. مرة تانية اذا بسمع واحد منكم نطق بحرف واحد راح يتعاقب. في أخبار عن رستم يا باشا؟ بنى معسكر للجيش بأكسرا يا مولاي، وكمان عم بيحضر من شان بناء المعسكر الجديد. كتير منيح، أمورنا رح تزبط إن شاء الله، وأنا واثق إنه طهماز رح ينسحب هالمرة. النصر بإذن رب العالمين رح يكون حليفنا يا مولاي. إيه إن شاء الله. أحمد باشا، أنا بأمرك مولاي. أنا ما سمعت شو رأيك بخصوص هاي الحملة. الواضح يا جلالة السلطان رح تكون حملة مو سهلة، الظروف كتير واضحة، ما في معابر كافية لأنه الجبال كتيرة. الوزير محمد باشا عم يحكي عن النصر بثقة كتير كبيرة يا مولاي، لكن أنا ما بوافقه بهذا الرأي. وحقيقة هذا الانتصار الأكيد مجهولة. عن جد ما لقبوك الحكيم على الفاضي، انت بتستاهل هذا اللقب. انا على طول محتاج لنصائح من شخص شجاع وعاقل مثلك انت.
أحمد باشا؟ خير، في شيء يا حيدر باشا؟ اليوم إجا خبر من قاضي الروم يا باشا. وافق على طلب مقابلتي مو هيك؟ قال إنه عم ينتظر حضرتك. أنت شو عم تساوي عندك؟ شو أنت نايم؟ قوم لشوف. مأمون آغا؟ يا أخوات، يا بشير آغا، مأمون آغا نتل. مين تجرأ وقتله؟ أنا لقيته مرمي على الأرض، أكيد اللي قتله هو اللي رماهني. رستم باشا ورا هالقصة، ما في حدا غيره بيتجرأ. حقد هالزلمة عم يكبر، دم الانكشاريين عم يضيع يا رجال. الانكشاريين ما بيضيع يا رجال، لازم نحاسب رستم باشا. ادخل. مولاي، أحمد باشا برا. خليه يفوت. مولاي تفضل. أحمد باشا قرب. شو قالك قاضي القضاة؟ عرفت منه شيء؟ كل التحقيقات اللي عم نشتغل عليها جابت نتيجة واحدة يا مولاي، مثل ما توقعنا بالضبط، وهذا القاضي طرف من أطراف الاتفاق السري. الواضح أنه منصبه كبير بالجماعة. طيب اللي شو حكيته؟ صار يلي حضرة الأمير مصطفى في عنده أصدقاء وهو واحد منهم، في اجتماع سري رح يجتمعوا فيه الكل، كمان طلب مني شارك فيه. قلت لي اجتماع سري وأصدقاء لمصطفى؟ وهذا الموضوع مصطفى بيعرف فيه؟ هو اللي عم يعطي التعليمات لهدول الأغبياء اللي عم يتجرأوا وعم يحاولوا يعملوا دولة ضمن دولتي؟ لهلأ لساتني مو متأكد من هالموضوع يا مولاي، وما بعرف إذا كان في داعي إجمع معلومات مشان أتأكد من هالشي. برأيي لو سموه الأمير بيعرف بهي النشاطات السرية، بأكد لك أنه كان فوراً قضى عليهم. تأكد فوراً يا باشا، لازم أعرف إذا الأمير مصطفى عنده علم بهذا الشي ولا لا. أمرك يا مولاي. صرفوا معه. اهدوا يا رجال، فهموني شو اللي صاير. علي آغا، مأمون آغا لقوه مقتول، واضح مين اللي قتله. نحن مستحيل نسكت، ورستم باشا لازم يتحاسب على هالشي. كيف عرفتوا انه رستم باشا هو الفاعل؟ عندكم اثبات على هالشي؟ الاثبات ما له لزوم، كل اللي موجودين بالمعسكر سمعوا شو حكى رستم باشا للآغا وكيف هدده قدام الكل. ما كفات عركنا بلا اكل وعم يدفع لنا مستحقاتنا؟ لا، وفوق هالشي كله قتل واحد منا. نحن مستحيل نسكت على هالشي. هاي مو اول مره بيعملها، عم يهيننا وعم يهين هيبه الدوله العليه، ونحن ما عاد نسكت عن هالشي. ومولانا ماله هون وما عاد يشارك بالغزو. لو كان سمو الامير مصطفى قائدنا وقت رستم باشا بالكثير رح يكون اغى بالحرم ليك. رستم باشا ما كان يموت بيناتنا. رستم باشا لازم يموت. استنوا شوي يا رجال، هذا الشي رح يعتبر عصيان ويمكن تنقطع روسنا. ومين بده يقطع روسنا؟ محاسبة رستم باشا على جريمته حق طبيعي لنا. رستم باشا احنا لازم نقتله ابدا. شو صاير لك يا اغا؟ انت مع مين واقف؟ يا جماعه وقفوا، انا بالتاكيد معكم، بس أي تصرف غلط رح يكون تمنه غالي كتير، أرواحنا على المحك. برأيي خليني روح وأحكي مع رستم باشا، خلينا نسمع شو رح يقول، وإذا ما رد علينا وما أعطانا أي توضيح وقتها كلياتنا رح نحاسبه. نفكر حاله رح يحسب عشوائي. هذا الحل الوحيد حتى ناخذ مدار مأمون آخر.
حضرة الوزير الأعظم، احكي. كل شي ماشي مثل ما بدك يا باشا. عال، أنا بإيدي قتلت مأمون آغا يلي وقفوا بوشكن هداك اليوم لحتى الإنكشاريين يفكروك أنت المسؤول، وهاد يلي ظنوه. وهلا هن متضايقين كتير، حتى أنه الجنود والأغاوات عم يحكوا عن سموه الأمير مصطفى، وعم يقولوا لو كان هو هون ما كان رح يسمح بأنه هالشي يصير. وهذا بالضبط هو الشي المطلوب، مو أكتر. نجحت بمهمتك يا علي آغا، بس لازم نكون حذرين يا باشا. إذا الموضوع كبر أكتر من هيك يمكن ما أقدر أوقفهم. هاي علي آغا طلع، إن شاء الله يكون إجا بخير. خبرنا علي آغا، شو صار معه؟ يا رجال، أنا حكيت مع رستم باشا وما عنده أي علم بمقتل مأمون آغا بنوب، ووعدني إنه رح يهتم بهذا الموضوع، رح يعرف مين اللي قتله، وهو بنفسه رح يحاسبه على هالعملة. شو هالحكي هاد؟ ومين بيتجرأ يرتكب جريمة مثل هي؟ رستم باشا هو اللي قتله، وهالشي واضح. أي حدا بيقدر يشهد إنه رستم باشا هو اللي قتل مأمون آغا؟ في آلاف الجنود هون، ممكن يكون أي واحد تاني قتله. رستم باشا ما بيرد لنا إلا كل خير، أمر إنه يزود لكم مستحقاتكم ورح يدفعوا لكم إياها قبل ما يجي وقتها كمان. يعني بدل ما تدعوا له جايين لهون لتقتلوه؟ الظاهر علي آغا متفق مع رستم، واضح إنه رستم باشا مشتريه. سمعت شو قال؟ وكأنه رح يعطينا حقنا من ماله الخاص. يلا امشوا يا رجال. جلالة السلطان سليمان المعظم فاتح العالم بقدرته وقوته، كنت أتمنى أن أكتب لكم أن كل شيء يجري على أحسن وجه، لكن مع الأسف يا مولاي الانكشاريون متضايقون وسيتمردون بأي لحظة، ويؤسفني أن أقول لكم أن ولاءهم لسمو الأمير مصطفى هو السبب وراء تمردهم. اسم الأمير مصطفى لا يفارق أفواههم. قدومكم لقيادة الحملة بنفسكم يا مولاي سيحل المشكلة، وستقضي عليها من جذورها قبل أن تكبر. هاي رسالة للعاصمة، كل ما وصلت لمولانا السلطان أسرع بيكون أحسن. أتأكد يا أحمد باشا؟ لو ما شفت هالشي هذا بعيوني ما كنت صدقت أبداً، بس هي الحقيقة مولاي. الحقيقة يا مولانا في ناس نحن منكتشف إنه كتير مخدوعين فيهم. طيب الأمير مصطفى بيعرف بوجودهم؟ مع الأسف عنده علم وبيعرف بوجودهم، بس عحسب ما قال الرئيس بيري سمو الأمير معارضهم وما عم يتدخل فيهم بنوب. شو تاركهم ليخربوا الدولة؟ عقوبة الرئيس بيري على اللي عمله واضحة، الرئيس بيري لازم ينعدم. شو هاد؟ من شوي وصلني هالمكتوب اللي بعته غفار بيك. رجالنا مسكوا أشخاص كانوا عم بيحاولوا يفوتوا من حدودنا الشرقية، وهذا المكتوب كان معهم يا مولاي. مولاي أنا تحققت إذا كان الختم حقيقي أو مزيف، وطلع الختم لطهماز. Demi pir kerem evliya gerçeği
سمو الأمير وسلطان المستقبل مصطفى، أرغب أن أخبركم بأن رسالتك التي وصلتني أسعدتني جدا. أنا أيضا وصلتني معلومات تؤكد بتحضير السلطان سليمان لحملة ضد بلادي وقتلي، ووفقا لهذه الظروف ليس من الصحيح أن أرفض اليد التي امتدت إلي. سأكون بجانبك في نضالك للحق. إن إبعاد السلطان سليمان عن عرش الدولة العثمانية هي أكبر أمنياتي، كما هي رغبتكم أيضا. ولكن فيما يتعلق بنفي السلطان سليمان إلى ديموتيكا، أنا لست معك في هذه الفكرة. فبقاء السلطان سليمان حياً سيشكل تهديداً لنا. أتمنى أن تثق بصداقتي يا سمو الأمير مصطفى. لقد قبلت بتقديم العون الذي طلبته مني بكل رحابة صدر. أتمنى من الله أن ينصرك. الشاه طهماس. الشاه ورط مصطفى أكثر من ما تمنيت بكتير. ما قلت لك يا سلطان؟ صاير متكبر ومتغطرس، الغرور عامي على عيونك. ما عم تتنازل حتى تطلب العفو؟ اوعك تنسى انه التكبر والغرور هن من صفات الشيطان. اذا انت ما تحكمت فيهم هن بيتحكموا فيك. ادخل. مولاي، سمو الأمير بيازيد وسمو الأمير جهانجير اجوا لهون وطالبين يشوفوا حضرتك. خليهم يفوتوا. مولاي، شرفتني بتعيينك إلي كنائب للسلطنة. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك.
إن شاء الله يا بيازيد. مولانا، سمعت حكي كتير بالأسر بخصوص أخي مصطفى، وأنا وأخي جيهانجير متفقين على نقطة واحدة، إنه مصطفى مستحيل يخونك مولاي. هو مانو من الأشخاص اللي ممكن يطعنوا بالظهر، مستحيل يساويها. إذا ما عندكن شي تاني تحكوا فيه فيكن تروحوا. مولاي، أنا كمان بدي ألتحق بحملة الفرس. شكلك نسيت شو صار معك بالحملة الأولى على الفرس يا جيهانجير. هديك الحملة عطتني الخبرة والقوة يا مولاي، وصار مارق عليها 4 سنين، وهلأ أنا صرت جاهز أكتر لحتى أروح معك على هالحملة، وإذا بتسمح لي رح كون معك. ما في فايدة، مولانا السلطان لساته متضايق من مصطفى. خلال هالحملة رح يكون عنا مهمة واحدة يا أخي، اللي لازم نساويه نحمي أخونا مصطفى من غضب مولانا. جيهانجير، أنا بوثق فيك كتير، رح أعمل اللي بيطلع بإيدي يا بيازيد، أنت كون مطمن، وإذا اضطر الأمر رح وقف حاجز بوش السلطان. اتجاه الغابة، لاقوا لي هالخاين يلي ضرب السهم وسيبوا لي لهون بسرعة. الرسالة اللي لقيتها براس السهم. سمو الأمير، لا تجي على المعسكر، اوعك تفوت على خيمة السلطان لأنه رح يقتلك. سمو الأمير بترجاك، ليك الكل عم يحذرك من هالروحة، لا تروح على الخيمة أبدا. شو بيعرفك؟ إنه اللي بعت لي هالرسالة شخص منيح وبده مصلحتي، بلكي هي من ألاعيب رستم، بلكي بده يعمل لي مكيدة، والهدف منها أعصي أوامر مولانا السلطان وما فوت على خيمته ويشجعني على التمرد. وبلكي كانت مزبوطة سموك، بلكي هذا الشخص قصده يحذر حضرتك. اطلعوا لبرا، اتركوني لحالي. هي آخر مرة يا مصطفى، مرة تانية ما رح سامحك على أي خطأ بتساويه، وراح أعاقبك بدون تفكير.
عود فهد، عود. إذا كان الحكي اللي قلت لي إياه يا فهد مزبوط، حتكون هي ليلتي الأخيرة. الله يحفظك يا سمو الأمير، إن شاء الله حضرتك رح تعيش حياة سعيدة مع زوجتك وأولادك وأصدقائك، بس بجوز هالليلة تكون آخر ليلة، لأنه من بكرة ما رح يضل شي مثل ما كان من قبل. يا فهد، إذا صار لي شي بكرة اسمعني، أنت صار لك معي فترة طويلة وكنت على طول صديقي وبثق فيك كتير، أعطيتني القوة بوجودك جنبي وخليتني أشعر بالأمان، وهالشي مو سهل ابنه، كتير صعبة، وخصوصا إذا كنت الأمير البكر المطرود من جنة السلطان. نحن ما منعرف القدر شو كاتب لنا، بس بكرة إذا متت ورحلت من هالعالم ما بدي دمي وقضيتي يروحوا هدر أبدا. سمو الأمير، في طريقة واحدة لهالشي، بيزيد بتروح لعنده دغري وبتقسم له بولائك يا فهد، ولحتى هو يستلم العرش حتوقف جنبه وتسانده، وعدني بهالشي، وعدني فهد. علي آغا؟ أهلين يا آغا، اليوم سمعت شغلة ما عجبتني. على حسب ما قالوا لي أنه أنتوا عم تجهزوا حالكم لتتمردوا على السلطان. حاشا يا آغا، مين بتجرأ يساوي هيك؟ يلي سمعته أنت مو صحيح. شلون بقى مو صحيح؟ أنا بعرف منيح مع مين عم تجتمع وين ومنشان شو، وإذا بدك رستم باشا ما يعرف بالموضوع وما يوصل خبر لمولانا السلطان قول. قربت نهايتهم هنن اتنين، بكرة رح ينتهي كل شي، وبصفتك آغا انكشاري فلازم توقف بصف سمو الأمير مصطفى يا آغا. أنا برأيي إنك تكون معنا، وإلا بكرة يا آغا رح يكون مصيرك مثلهم. بس يجي هداك الوقت المفروض انت تستلم العرش يا سمو الأمير، وإلا عرش الدولة والسلطنة كلها راح يكونوا من نصيب السلطان هيام. ترضى بهالشي؟ سمو الأمير، اجا سمو الأمير جيهانجير لعند حضرتك، خليه يدخل. أخي،
تفضل. أهلا وسهلا فيك يا أخي. انبسطت لما عرفت أنك إجيت على المعسكر. ما كنت ناوي أني إجي، بس الإشاعات المتعلقة فيك يا أخي كتير خوفتني، وخفت أنه مولانا يظلمك ويصدق هي الإشاعات اللي سمعها عنك ويعاقبك على هالشي. بس كنت غلطان، هو الله يلعن الشيطان اللي كان عم يوسوس لي. مولانا السلطان ماله شخص ظالم، مولانا السلطان ماله مصدق هالافتراءات بنوب. السلطان حابب يسمع ردك وما رح يأذيك أبدا يا أخي. سمعته؟ هو قال هيك بلسانه ولا هالشي استنتجته؟ رحت حكيت معه اليوم، بقسم لك بشرفي انه قال هالشي بلسانه يا اخي. قال لي معقولي اني ساويها؟ ولهذا السبب طمن بالك يا اخي، انت رح تروح وتحكي مع السلطان وتفشلهم مخططاتهم. والله طمنتني وفرحت لي قلبي بهالحكي. أنا قلت إنه مستحيل مولانا السلطان يعدمني، ومع هيك كان في شوية شك جواتي، بس هلأ هالشك ما عاد له وجود. أمرت بحضور مولانا. بتروح أنت وجهانجير بكرة على الصيد وما بترجعوا لحتى أبعث لكم خبر. وحضرتك ما رح تجي معنا يا مولاي، وكمان أخي مصطفى. عمل اللي قلت لك يا. مثل ما بدك مولانا. أنا جاي بالسر، لازم روح قبل ما ينتبهوا لغيابي. بكرة برجع بشوفك، وإن شاء الله رح نشارك بهالغزوة مع بعض. إن شاء الله. يا فهد، بعت حدا ليرافق سمو الأمير. حرافقه ليوصل على المعسكر. جيهانجير، خد هاد، اعتبره تذكار مني. ليش عم تعطيني خاتمك؟ لا تكون مو مصدقني يا أخي. ناس قلال يلي بقدر إني اعتمد عليهم بهالعالم، وانت اكثر واحد بثق فيه. كل ما الايام خانتني ودارت لي ظهرها، وكل ما فقدت الامل وهمومي كبرت، تجيني انت فجأة ببراءتك وطيبة قلبك، وبتذكرني انه لسه في ناس قلوبها صافية وبترجع لي الامل. انتبه على حالك وبكرة بشوفك. أنا ما عندي شك بأي كلمة قال سموه الأمير وصدقه، بس خلينا نحتاط. في احتمال يعدمني، بس أنا بفضل أني موت وأنا مظلوم من أبي على أنه عيش كسلطان ظالم. عم تفهمني يا جالي جالي؟ نحن اللي بنرسم القدر، بجوز أفعالنا الطيبة بتوصلنا لهيك نهايات، ومع هيك ما رح أتمرد ابنه أبدا. سمو
سمو الأمير واثق بمولانا السلطان كتير، بس أنا مو مطمن. لازم نضل مستعدين ونحمي سمو الأمير لو شو ما صار. مولاي، هذه الرسالة التي سأحملها بقلبي من المحتمل أن لا تقرأها أبدا، لأنني أكتب لمستقبل أتمنى أن لا يتحقق أبدا. هذا ما أرجو. إذا لم تتحقق رغبتي وقرأتم هذه الرسالة، فهذا يعني أنكم فرطتم بي. Thank you.
خير سليم؟ ليش جاي؟ جيت أخذك جهانجير، رايحين على الصيد. وشو المناسبة؟ هاي أوامر مولانا، وبس يصل مصطفى رح يلحقنا هو والسلطان. يلا. إجا الوقت يا تشالي جالي، رح ننفذ الخطة بحسب ما اتفقنا. لما بيهجموا الرجال على خيمة السلطان وخيمة رستم باشا، بعطي الإشارة ورح نحاصر المكان. الله يوفقنا بتنفيذ هالخطة. آمين. أنت اللي رح تقود الجنود، ما هيك؟ إيه، أنا اللي رح قوده، سمو الأمير. أنت صديق وفي. صداقتك ما لها تمن بالدنيا. يشرفني سموك. يلا. حضرة الباشا، كل شيء صار جاهز يا باشا، ورح نغادر المعسكر مع السلطان فورا في حال صار أي اضطراب. سميح آغا قال إنه رح يتم بالإنكشاريين لنشوف إذا رح يستوب بوعده. هذا رح يكون اختبار كبير للباشا. سمو الأمير رح يوصل على المعسكر بعد شوي. حكمة أغا وين بيكون مختفي؟ والله ما بعرف. عفواً يا أغوات، حكمة أغا طلبكن على خيمته. ما قال لك شو بده؟ ما عندي معلومات، بس قال لي إنه الموضوع مهم. سمو الأمير مصطفى. أنا واحد من قادة الجيش الانكشاري اللي بيحمو مولانا السلطان شاويش حسين. شو بدك مني يا شاويش؟ ليش اعترضت طريقي؟ باسم كل محبيك وكل مؤيدينك وكل واحد مستعد يضحي بروحه كرمالك، منطلب منك إنك ما تكمل طريقك كرمالنا.
حبا بسيدنا محمد. لا تكمل طريقك كرمال كل شي بتحبهم وبيحبوك يا سمو الأمير. لا تكمل، منترجاك. شاويش حسين، عليكم ألف سلام، وعيلي بيحبوني، وعلى كل المخلصين لألي. صدقاً أنا بقدر كل واحد فيكم، بس ما تنسوا أنتوا ما لازم توقفوا بطريقي، أنتوا لازم تمشوا معي. اسمعني بترجاك، نهاية هالطريق مظلمة. السلطان بده يعدمك. شاويش حسين، أنا عم بأمركن افتحوا الطريق. بابي يا رجال، خير يا حكمة آغا، شو صاير؟ سمو الأمير قرب يوصل، أنت شو عم تعمل هون؟ يا أغوات، أنا بعتذر. يعطيك العافية حكمة آغا. وأكيد رح تأخذ مكافاتك مقابل إخلاصك يا آغا. أنا رح أرجع على المعسكر. شو بك يا جيهانجير؟ مولانا طلب إنه نستناه هون ومو معقول نزعله. أكيد رح يجوا يا سليم. إيه اطمن. بعدين مو أنت قلت إنه حكيت مع مولانا السلطان ووعدك إنه ما يأذي؟ Oh!
يلا يا فهد يلا. وين صرت؟ وينك؟ أنت مو مخبي عني شي مو هيك؟ شو بدي خبي جيهانجير؟ أبي ومصطفى ما رح يجوا، أنت عم تكذب علي. وأنا ليش لحتى أكذب؟ ها؟ مولانا أمرنا بهذا الشيء. أنت جبتني لهون لأنه مولانا بده يقتله لمصطفى. جيهانجير بعد على الطريق، اتركني أخي. أخي مصطفى ما لازم يموت. أخي جيهانجير ما لازم يقتله. سليم اتركني سليم، إن شاء الله اتركني اتركني مصطفى. سمو الأمير، سلاحك لو سمحت. مطولين حتى نوصل، أنا بدي ألعب. لازم تطول بالك، بعد شوي منوصل يا روحي، ومنطلع بالسفينة الكبيرة وبتوصلنا بسرعة على قصرنا باسطنبول. أنا اشتقت لبابا واشتقت لإبراهيم، هلأ بيكونوا عم بيستنونا مو هيك؟ عم يستنونا بابا وستك السلطانة حفصة وكل يلي بتحبهم، كلهم ناطرين يشوفوك.
مولاي. انت خنتني يا مصطفى، انت خنت ثقتي فيك. مولاي، مولاي لك بعد. مصطفى في Oh,
مصطفى، مصطفى فين؟ مصطفى فين؟ هذه الرسالة التي سأحملها بقلبي من المحتمل أن لا تقرأها أبدا، لأنني أكتب لمستقبل أتمنى أن لا يتحقق أبدا. هذا ما أرجو. إذا لم تتحقق رغبتي وقرأتم هذه الرسالة فهذا يعني أنكم فرطتم بي. يا مولاي، يا سلطان العالم، يا أبي، بما أنكم تقرؤون هذه السطور فهذا يعني أنكم نزعتم قلبكم ورميتموه. أما أنا فقد رحلت من هذه الدنيا الكاذبة. اعلموا أنكم لطختم يدكم بالدم وبأنكم قبضتم روحا بريئة، مع أننا تعهدنا وأقسمت لكم أنني لن أتمرد عليكم وأنكم لن تفرطوا بي. أنا وفيت بوعدي ولم أتمرد عليك. بحق ولدي الوحيد محمد وبحق ابنتي نرجس شاه لم أخنك يوما يا أبي إطلاقا، لكن أنتم نكثتم بوعودكم، فعلتم ما قلتم بأنكم لن تفعلوه.
اليوم أترك لكم هذه الدنيا الظالمة التي فرط فيها أب بابنه، لأنني بدل أن أعيش في هذه الدنيا الفانية كظالم قتل والده الذي يحب من أجل السلطة والجاه، أفضل الموت مظلوما يا أبي. ربما لن يكتب اسمي في صفحات التاريخ الذهبية مثل اسمكم، لن يتكلموا في المستقبل عن انتصاراتي، لن يكون لي عرش أحكم به العالم، وعلى الأغلب سيكتبون أنني أمير متمرد وخائن. فليكن ذلك، ليكتبوا وليخفوا ما يعلم الله عن عباده. بعد سنوات أو ربما بعد عصور سيأتي يوم تقص فيه حكايا المظلومين، أحدهم سيروي حكايتي، البعض سيسمعون وسيعرفون الحقيقة، وفي ذلك اليوم يكون حق المظلوم قد عاد إلى صاحبه. أبي وعدني، وعدني ما يطلق، وعدني ما يطلق. أخي أخي مصطفى، والله وعدني، والله بتسامحوه للمرحوم؟ ساميلو. بتسامحوه للمرحوم؟ ساميلو. بتسامحوه للمرحوم؟ ساميلو. الفاتحة. من إمتى
حتى بنعمل صلاة على جنازة أمير متمرد يا محمود آغا، وبالمعسكر كمان، كيف تسمح بهذا الشيء؟ المفتي أخذ هالخطوة من حاله يا رستم باشا، ولو عرضناهن كنا وقعنا بمشكلة كبيرة. مولاي السلطان ما طلع من الخيمة، ما بده يقابل حدا يا باشا، حتى إنه رفض يشوف الأمراء. تشالي جالي هون ما هيك محمود؟ ايه تشالي جالي هون بالمعسكر. البقية بحياتك سمو الأمير. نحن ما قدرنا نحمي سموه، قصرنا بحقه. سموه الأمير، شو رأيك تروح على الخيمة ترتاح؟ لوين أخدينه لأخي؟ جسد سمو الأمير مصطفى رح تروح على بورصة، رح يدفنوه هنيك بجنب مولانا السلطان مراد خان الله يرحمه. يحيى بيك، رستم باشا طالب يشوفك بخيمته. انت عملت واجبك يا حكمة آغا، وراح تتكافأ على هذا الشيء. الانكشاريين اجتمعوا كرمال الجنازة، ولما يخلصوا ممكن يتمردوا. مو انت وعدتني انك راح تحميني منهم؟ تشالي جالي، انت رح تروح على أماسيا لأنك مرافقه للمرحوم، رح تخبرن هالخبر الأليم. وصل تعازينا للسلطانة. أنا رح أضلني هون ورافق جنازة سمو الأمير. بدك تروح على أماسيا وسلم هاي للسلطانة. مولانا السلطان أمر بأنه كل الموجودين بقصر أماسيا يروحوا على بورصة. السلطانة لازم تحضر دفن ابنها. بيقولوا الظلم ما بيدوم يا رستم باشا. أنتوا يلي سممتوا عقل مولانا بأكاذيبكن، وراح تحصدوا كل يلي زرعتوا. راح يجي يوم وتدفع تمن كل شي، وهاليوم هاد أقرب مما بتتوقعوا بكتير. إرادة مولانا السلطان هي فوق إرادة الجميع يا تشالي جالي، وإنت كونك أقرب واحد لسمو الأمير الله يرحمه مسؤوليتك كبيرة، فلازم تهدي الوضع ولا تساعد بالتمرد. لا تظنوا أنه أنتوا اللي انتصرتوا.
شو كان بده منك؟ بده يعني روح على أماسيا ووصلهم خبر موت الأمير. والفهد ما عرفتوا شي عنه؟ لا والله يا باشا، على الأغلب بيكونوا خلصوا عليه. كوركوت وبشير آغا كمان مختفيين، بيكونوا قتلوهم على الأكيد. ليش اجيتوا يا تشالي جالي؟ أنا حذرتكم. معناته أنت اللي رميت السهم. يا ريت طلع بيدي أعمل شيء أكثر من هيك. الشخص اللي خانكم حكمة آغا. الفهد وكركوت وبشير آغا كلهم ماتوا بسببه هو. انت منيح؟ روح، روح من هون. انا مالي علاقة باللي صار، صدقني. كنت بتعرف انه رح يقتله، ما قلت لي، ما خبرتني لحتى امنعه. روح من هون، روح، اطلع لبرا، روح من هون، اطلع، يلا اطلع، اطلع، اطلع. حكمت آغا، شو هاد يا آغا؟ كيف بتفوتوا لهون بدون ما تستأذنوا؟ أنت واحد واطي وحقير. سمو الأمير مصطفى مات بسبب خيانتك أنت، وراح تدفع الثمن. اتركوني، شو عم تعملوا؟ اتركوني قلتلكن. تعالوا يا رجال، تعالوا لهون واسمعوني. سمو الأمير مصطفى الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة مات بسبب خيانة حكمة أغا يا رجال. هالرجال هذا افترى عليه وتعاون مع رستم باشا الخاين وتآمروا لحتى يوقعوا سمو الأمير. لازم يموت سمو الأمير. الوضع متوتر كتير، الأفضل تكونوا بخيمتكم. انتبهوا منيح، احموا الباشا. يلا شو عم بيصير؟ كشفوا حكمة آغا يا باشا وناوين يقتلوه. الوضع مو منيح هلا، وقتها طالعوني من هون بسرعة. هالشي مستحيل يا باشا، هون حيكون آمن. يا رجال طولوا بالكم، يا رجال ارحموني، كرمال الله ارحموني. رحمت سمو الأمير؟ خاين، ضربوه، اقتلوه. اسمعوني شوي، اتركوني يا رجال، انا مالي علاقة بيوم. رستم باشا جبرني على هالشي، بترجاكم سامحوني. الله وكيلكم، انا مالي ذنب بيوم. استنوا يا رجال، استنوا، اتركوه، اتركوه. سمعتوا شو قال؟ الخاين اعترف انه هو ورستم باشا متآمرين سوا. بدك تقول كل شي بتعرفه. كركوت آغا وينه؟ بشير آغا وينه؟ شو عملتوا فيهن؟
رستم باشا هو اللي أمر بقتلهم وزدتوا جسسهم بالنهر. شو عملتوا كمان؟ اعترف، مين تعاون معكم بهالشغلة الوسخة؟ قتلوه، اللي قتل الأمير مصطفى لازم يقتلوه. انت خذ الأمير مصطفى لازم تقتلوه. يا خاين يا رجال، يا رجال اسمعوا، رستم باشا الخاين لازم يتحاسب على عمايله، لازم نقطع راسه. مولاي شوف يا أحمد باشا، شو اللي عم بيصير؟ الانكشاريين مزعوجين يا مولاي، قتلوا حكمة آغا قائد السرية الثانية، عم يقولوا تآمر مع رستم باشا وهنن اللي كانوا ورا موضوع قتل سمو الأمير. شو هالحكي الفاضي هاد؟ أنا اللي أمرت بإعدام الأمير؟ حكمة آغا اعترف بعظمة لسانه إنه رستم باشا أمر بإعدام كوركوت آغا وبشير آغا، بس نحن لهلأ ما تأكدنا من الموضوع، بس الوضع بيخوف، العصيان على البواب، عم يقولوا إنه سمو الأمير كان مظلوم يا مولاي. مظلوم؟ كيف يعني؟ عم يقولوا رستم باشا و... عفوا حاشاكم مولاي، السلطان أهويام زودوكم بمعلومات خاطئة لحتى يورطوا سمو الأمير، ولهالسبب بدهم يقطعوا رأس رستم باشا. مولاي إذا ما تدخلتوا فورا رح يكبر الموضوع ويفلت من إيدينا. شاويش حسن اسمعوني شو بدي احكي. حكمت آغا اعترف بلسانه يا احمد باشا، رستم باشا لازم يتحاسب على كل الذنوب اللي سواها. انا سمعت اعتراف لآغا وخبرت مولانا السلطان بهذا الخصوص، مولانا طلب حضور الباشا وراح يحققوا معه وراح يتحاسب على كل شيء. نحن اللي لازم نحاسبه، ما هيك يا رجال؟ نحن ما رح نقبل بهذا الشيء. خلاص يا رجال، يا رجال اسمعوني، يا رجال اسمعوني، لا تجبروني استخدم القوة معكم. انا ما بدي حدا منكم يتأذى وتنزل منكم نقطة دم. أنا بوعدكم بشرفي إنه راح أخذ لكم حقكم اليوم يا رجال. رستم باشا راح يتحاسب على كل شيء. تراجعوا يا رجال. وإذا ما نفذوا وعدهم هاد نحن رح نحاسبه وقتها. حضرة الباشا تعال معي. شو جنيت يا بني آدم؟ إذا بطلع برات الخيمة بيقطعوني تقطيع. أنا خبرتهم إنه مولانا السلطان طالبك لعنده. افتحوا الطريق. بعده
صحيح الاعترافات اللي اعترفها حكمة أغا بحقك؟ حسب ما قال إنه أنت أمرت بقتل اثنين من الأغوات؟ صحيح يا مولانا، كنت مضطر أقتلهم، كانوا بدهم يتمردوا عليك وعم يخططوا لتنحيتكن عن العرش. ما بيجوز تتصرف هيك تصرف بدون إذني. ارفع راسك، احكي ليش عملت هيك. كان هدفي الوحيد احميكن يا مولاي. الشخص اللي قتلوه اللي اسمه حكمة آغا كان معهن، انا مسكته وخليته يعترف. كانوا عم يخططوا يهاجموكن قبل ما يفوت سمو الأمير على خيمتكن، وأنا منحتن يا مولاي. تركوه، كل العسكر هون صاروا بيكرهوك وكلن عم بيطالبوا براسك وعم بيقولوا اني قتلت ابني مصطفى بسببك انت. مو بريء، كان رح يتمرد معهم يا مولاي، وجعكن كبير وما بتتحملوا جبال. بس انت يا مولاي اخذت القرار الصحيح وما تشك بهذا الشي بنوب. سمو الامير مصطفى ما كان بريء، والشي اللي عملته هو المظبوط. انت سلطان العالم كله، وهلأ لازم تكون اقوى من اي وقت وتكمل الشي اللي بديته، وقال نظامنا رح يتزعزع ومستقبل الدولة العثمانية رح يكون بخطر كبير. رستم باشا، من اليوم انت معزول، بتسلم ختمك فورا وبتطلع برات المعسكر. بتروح من هون على العاصمة، وانا لما برجع من الغزو بشوف شو بدي اعمل فيك. لا من وشي. مولانا جلالة السلطان سليمان المعظم عزل الوزير الأعظم رستم باشا من منصبه ونفاه خارج المعسكر. شاوي شخصين، سيطر على جنودك والتزموا بالنظام. بما انه ما عاد الوزير الاعظم للدولة يعملوا شو ما بدهم فيه يا باشا، ما رح اتدخل. حضرة الباشا، مولانا طالب يشوفك. أحمد باشا يا مولاي. أحمد باشا. أمروني مولاي. رستم باشا أنا عزلته وعينتك لك وزير أعظم للدولة بمكانه يا باشا، أنت بتستاهل هذا المنصب. أنا عينتك نائب المطلق يا باشا، ليش هيك واقف مكانك؟ تعال استلم الختم وبوس إيدي. مولاي هذا لطف منكن وشرف كبير، أنا بدي أدي هالمهمة المقدسة هي بكل فخر يا مولاي السلطان. بس شو قول يا باشا؟ بدك تحط شروط علي؟ حاشا يا مولاي، بس أنا بدي ضماني لحياتي يا مولاي السلطان. طالما أنا رح أكون الوزير الأعظم ما بتحكموا علي بالإعدام، وإلا ما رح أقدر أقوم بالمهمة. نفدت من الموت بإعجوبة،
بس مولانا مزعوج كتير يا باشا، وإن شاء الله هالقرار ما يوصل الإنكشاريين للتمرد. هالحكي هلأ مانو مهم، فكر كيف بدكم تطلعوني من هون. الأمور كلها جاهزة ورح نطلع من المعسكر بنص الليل. احترامي رستم باشا، في موضوع مهم ولازم تعرفه. مولانا السلطان عين أحمد باشا بمنصب الوزير الأعظم مكانك. مشان الأوضاع تهدى بالمعسكر مولانا ضحى فيني بالأول، وهلأ عين أحمد باشا على رأس الدولة. يعني هلأ رستم باشا صف صفر على الشمال. يا حراس، وينو سمو الأمير؟ هو كان في فرشته يا مولاي. روحوا دوروا عليه ولاقوه. جهانجير، وينك؟ جهانجير، جهانجير! مولاي سمو الأمير هون. جهانجير ابني، خليك بعيد عني. جهانجير، عم قلك اوعى تلمسني. انت خدعتني وكذبت علي، وبسببك صرت شريك بالجريمة. مو بس أخي مات يا بابا، وانت مثله متت بالنسبة إلي. بابا ما حد موجود، الجو بارد هون. قوم خليني أروح على المعسكر بلا ما تمرض. يلا قوم. قلت لي رح تجيبه وتحكي معه، بس استدعيته لخيمتك وقلت انك رح تحكي معه وانك ما رح تأذي، بس هالشي كان كسب. طلعت على الغزوة مشان تقتله، أخذ قرارك من البداية. أنا ترجيتك ترحمه وركعت قدامك وسألتك إذا رح تفرط بأخي، وأنت كذبت علي. بكفي، قوم قوم معي. يلا، شو بدك تساوي؟ رح تأمرون بقتلي؟ قتلوني، أنا مو خايف منك. قتلوني، خلاص انت ما عدت ابي. عم تفهم؟
قصدي الخلافات اللي صارت بيني وبينك ما كنت بدي اياها يا مصطفى. بالحقيقة ما كان لي حرية الاختيار منهم. يمكن القدر هو المسؤول عن هالشي. ما فينا نلتقي حتى لو كان بدنا. انت رح تضلك بطرف وانا بطرف. وللأسف يا مصطفى استمرار حياة واحد منا رح تكون خطر كبير على التاني. شي محزن مو هيك؟ انت وانا يا مصطفى ما كنا تصارعنا بحالة واحدة بس. لو خلاك القدر واحد من ولادي وقتها كنا رح نكون بنفس الصف وما عشنا هالصراع. شو هاد بابا؟ قدماء اليونانيين بيقولوا له الأطلس يا جيهانجير. واحد من أولاد يابتوس وكلميني يا ابني. ومثل ما بتقول القصة اعتدى واحد اسمه أوليمبوس قام زيوس عاقبه على هالشي وحكم عليه إنه يحمل إبة السما لحاله. وبيقولوا إنه لساته ليومنا هاد حاملها. هالعبق يلي حامله عكتافه كتير تقيل لدرجة بيقولوا إنه صوت الرعد صرخاته والمطر اللي عم ينزل علينا على الأرض هي دموعه. يعني زيوس اللي عاقبني وخلاني مريض؟ طيب بشو أنا غلطت يا بابا؟ ليش عاقبني حكم علي بالمرض؟ جيهانجير ابني وين الحكمة؟ رح ناديلهم فورا يا مولاي. جيهانجير رد علي. رد علي يا حبيب قلبي. قوم وحاكيني أنا مشتاق أسمع صوتك. جيهانجير. جيهانجير. قوم يا روحي. هذا عبء كتير كبير يا بابا. شو قلت؟ هذا عبء تقيل يا بابا. تقيل كتير. بترجاك تشرب يا سمو الأمير. يلا هالدواء رح يفتح لك شهيتك على الأكل ورح تسترجع قوتك. بترجاك يا سمو الأمير بس خود هالمعلقة. يلا بدي. لو سمحت بس هاي. ما بدي. تركه واطلع لبرا.
جهانجير. أول شغلة رح تشرب الدواء تبعك، وبعدين رح تقعد على السفرة وتاكل. هالشي ضروري مشان تتحسن. يلا جهانجير افتح تمك، يلا اشرب جهانجير، يلا اشرب، هي افتح تمك. قلت رح تشرب دواك، افتح تمك اشرب، هي يلا رح تشرب غصب عنك، يلا بدك تشرب والا ما رح تتحسن ابدا، يلا افتح تمك اشرب لشوف، يلا يلا اشرب اشرب يلا. خلاص حبيبي، خلاص حبيب قلبي، هلا بعد شوي بتاكل وبتتحسن. مولاي السلطانة بعتت رسالة يا مولاي، وهي قلقانة على جهانجير وخايفة إنه اللي صار بالمعسكر يأثر عليه كتير، وهي عم تستنى مني جواب. تكتب له وبتقله ما تتدخل أبدا، جهانجير رح يستعيد صحته قريبا وغصب عنه. أمرك يا مولاي. جهانجير ليش هيك واقفين قدام يعملوا شي؟ مولاي بخصوص وضع سمو الأمير انقطع منه الأمل، تأخر الوقت كتير. تعرف شو معنى الحكي؟ شو يعني انقطع الأمل؟ شو قصدك انه تأخر الوقت؟ انا بدي الامير جهانجير يتعافى، دخل فورا، هلا بدي الدواء قدامي، خليه يتعافى من مرضه. يلا مولاي بترجاك تهدى. وينها جهانجير؟ وينها ابني؟ مين هي اللي بتجيب لي الورد دائما لعندي؟ وين البنت الحلوة اللي لابسة فستان أبيض وطويل يا بابا؟ عن مين عم يحكي؟ قال إنه في بنت لابسة فستان أبيض وطويل زارته هون بالخيمة يا مولاي، على الأغلب إنه عم يتخيلها لأنه تحت تأثير الأفيون. حبيبي بيقولوا يا مولاي الملائكة وقت بتاخد روح حدا من الناس الطيبين تظهر له بأجمل صورة قبل الموت، وبتضل جنبه لحتى تخف آلامه وما تخليه يتعذب. اطلعوا لبرا، اتركونا لحالنا. جهانجير سلطانة بترجاكي لا تعملي هيك بحالك، العالم كله رح ينهار إذا أنت نهرتي. جهانجير بابا
أنا هون، أنا قاعد جنبك يا ابني. على طول رح ضلي هيك. حط خاتمه، خاتمه لأخي مصطفى يا بابا. هو عطاني إياه. هلا خليه عندك يا بابا. تحمل يا ابني، تحمل. بابا. ايه يا حبيبي. قلي شو بدك يا ابني؟ بابا وقف لي وجعي بابا. ان شاء الله حررني يا بابا. حرر ابلك من هالوجع. بترجاك بابا. أنت كمان عم تشم ريحة الورد يا بابا؟ جهانجير Hakir
جيهانغير. مصطفى، جهانغير قوم 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 أكبر. مولاي، أحد الحواريين سأل سيدنا عيسى وقال له: مات أبي يا سيدنا، اسمح لي أن يكون أول مين بيدفنه يا سيدنا. فرد عليه سيدنا عيسى وقال له: دع، الموتى يدفنون أمواتهم، أنت ابقى معي. هذا كان جوابه. مولاي، شفاءكم رح يكون باللجوء إلى الله الذي خلق الموت والحياة.